دكتور حسن، اليوم ورد في تقرير لول ستريت جورنال بأنه يعني أشار إلى أن التخطيط للعملية تم في بيروت من قبل الحرس الثوري وحماس، وأن الضوء الأخضر للعملية تمخض عن اجتماع يوم الاثنين الماضي في بيروت. فإلى أي مدى تتفق مع ما ذكر في هذا التقرير أو ذكر في التقرير؟ اعتقادي أن وسائل الإعلام الغربية الأمريكية غير متحيدة، والغربية بشكل عام غير حيادية وغير شفافة وغير نزيهة. أنا باعتقادي أنه الإدارة الأمريكية ووزير الخارجية حاول الزج بإيران كآمر لهذه العملية. هذا الكلام غير، أنا لا أعتقد أنه مقنع للمستمع والمشاهد والباحث. في نفس الوقت العملية العسكرية جاءت بالتوازن والتوازي مع استلام الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي قامت باقتحامات فجة تجاه المسجد الأقصى والقدس والمناطق المقدسة المسلمية والإسلامية والمسيحية، وكذلك اقتحامات بن غفير والمستفزة للشعور المواطن المسلم في جميع أنحاء العالم الإسلامي. وهذا كان رد طبيعي لحركة مقاومة كما ذكر زميلي ايضا. نعم. هذه حركه مقاومه، هذه الحرب ليست بين دول، وانما بين حركه تحرر وطني، حركه مقاومه ودوله مقتصبه لهذه الارض الفلسطينيه. نعم. اذا هذه الاخبار التي تحاول ربط بعض القضايا بعض ببعض، اذا نستذكر قضيه العمليات العسكريه التي قامت بها حماس قبل ذلك. نعم. هناك كان معارك منذ 2008 2009 بين الكيان وحماس، وكانت الأسباب داخلية أيضا. و2012 و2014 و2019 و21 21 سيف القدس، وذلك جاء على رد استفزازات الحكومة الإسرائيلية آنذاك التي كانت قبل هذه الحكومة باقتحامات الأقصى، وكذلك محاولة إخراج بعض ساكني حي الشيخ جراح. جاءت رد بذلك الوقت، وهذه الحكومة جاءت لترد على هذه الاستفزازات التي لم يوقفها لا القانون الدولي الإنساني ولا القانون الدولي العام ولا الأعراف ولا معاهدة السلام التي عقدت مع الكثير من الدول العربية. بالتالي هذا الرد، الأشقاء في فلسطين يعلموا أنه لن يحمي الفلسطينيين بالقوة إلا المقاومة الفلسطينية، لن يسترد الحق الفلسطيني إلا المقاومة الفلسطينية. الدول العربية ملتزمة بمعاهدات مواثيق وملتزمة في القانون الدولي، وبالتالي لا تقوم إلا بقضية الشجب والاستنكار ومحاولة التهدئة والطلب من المجتمع الدولي للقيام بدوره. لكن للأسف الشديد المجتمع الدولي يعمل بازدواجية المعايير والكيل بمكيالين. ننظر حتى زيلينسكي يشجب حركة التحرر الوطني الذي هو يعاني من احتلال بعض أراضيه. هذه ازدواجية معروفة عن الغرب، وهو لا يعير اهتمام للقضايا الإنسانية للشهداء الأطفال النساء. لكن كيف انتفض الغرب كافة تجاه ما حصل من محاولة استرداد حق تاريخي وشرعي وسياسي للأخوة في فلسطين؟ وهذا يدلل على أن الحق الفلسطيني سيقيم دولته المستقلة ذات سيادة، وهذه العملية ستفضي إلى تغير جوهري في السياسة الدولية والإقليمية في المنطقة، وتدفع الكيان الإسرائيلي إلى الجلوس على طاولة المفاوضات ومفاوضة من يمتلك زمام المبادرة وزمام القوة، وليس من يمتلك زمام السلطة فقط.